وجود المكان هذا عدم هدمه، يعني المحافظة على شكله تراث. هذا كان فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، وشوف التصميم الروعة اللي هو على شكل الصقر، مميز. وأنا فخور جدا بالاختيار هذا، وفعلا الاختيار في محله. The character itself of the building, it has all the aesthetic appeal of a modernist style with a touch of Arabian architecture. نحن كل زاوية في هذا المبنى إذا بتكلم عنه له صفة خاصة، وله موضوع خاص، وله خصوصية خاصة. المبنى مميز، يعني ضخم ومميز، يعني لما الواحد يدخل داخل المحطة هذه يحس أنها محطة مثل محطة مترو، مثل المحطة اللي في أوروبا يعني. مركز التسوق الأول في منطقة. هي الميزات اللي فيها والأشياء اللي بتميزها عن غيرها إنه كانت أطول بناية، من أطول مباني بأبو ظبي يعني. Design is a very unique. It's one of the symbol of the Japanese culture. حقيقة ما تغير شيء. وهذا اللي يميزه، انه دائما يعني دائما شكله طابعه وشكله مثل ما هو من تاسس من انبنى. يوم كنت انا صغير طول لي بعمرك كنا نزور السوق هذا انا وابوي الله يرحمه، ناخذ اغراضنا منه من السوق. I can proudly say to my family I worked for the last 35 years and see how it's still standing with the same structure, same character, and same beauty. المبنى هذا استوت فيه عدة أشياء رئيسية وجوهرية، والناس كلها تذكر لأن هذا تاريخ. أكثر من 20 سنة قضيت في هذا المجمع، وهذا المجمع بيكون آخر شيء في حياتي.